عطنا اثنين بلاك كافي. الحساب 25. الحساب عندي. والله ما تدفع، خل عندي. والله ما تدفع. شوف كيف طلع فوق السيارة. أوه والله إنه كفو. شوف هذا، هذا نفر مية مية. شو وضعهم هذول؟ والله إنهم مسويين قطك أنا بركلهم. معقولة كل هذا عشان قهوة؟ شوف شوف ترى الموضوع زاد عن حده. لا خل عنك، حياة المحيطية أصلا كذا. قهوة المغرب، قضايا اجتماعية منوعة بآراء مختلفة.